الحمد لله احنا وصلنا دابا المطار او احنا راه في المطار دابا ان شاء الله. وهذه الساعه نمشي نشربوا شي قهوه ان شاء الله بحول الله. وهذيك الساعه نشدوا الفول ديالنا كما العاده. انا سيدي التيتيز راه ما تيبان لكم التيتيز غادي ها هادشي اللي كاين. يلا بقى معنا ان شاء الله نشدوا الرحله ديالنا حتى نوصلوا لبرشلونه. وهذيك الساعه احنا معكم ان شاء الله بحول الله. هلو هلو احنا رجعين لكم. احنا يا دابا ان شاء الله غنطلعوا ان شاء الله هنا غادا شري كاينه. اسانسور اسانسور كما تشوفوا بان برشلونه مع الوحده و50 ان شاء الله. شحال بقى ديال الوقت؟ مازال الحال.
في المطار هنا في الدخلة ديال هذا. ان شاء الله نريحوا شوية شي اللي كاينة, نشربوا شي كوكاكولا وشي كوكاكولا وابرين نتكمشوا مع راسنا بما جات, يعني بما جات بما وصل الطيارة اللي عدينا ان شاء الله. هادشي اللي كاينة, الطيارة جاية على حسابينا. ها المطار ديال مراكا هو هذا اللي عمرو ما جعلو, راه هو هذا المطار. كونترول ديال البوليس, فهمتونا الشباب؟ ها فين تيدوزو الكونترول هو هذا, فين تيدوزو؟ حنا بحال عباد الله ندوزو الكونترول. يلا بقاو معانا ان شاء الله. رايان اير مازال غادا ان شاء الله. ها معنا انا علاش نقول لكم, يعني الانسان اورجستر يعني الرحله ديالو قبل ما يجي للمطار, لانه لما اورجستر الرحله ديالو غيبقى شاد الطابور ما يبض الله وغيبقى معطل وربما الفول ديالو يمشي عليه. هادشي علاش قلت لكم ديما اورجستر الرحله ديالكم بار انترنت, يعني قبل ما تمشيو, يعني قبل ما تجيو للمطار وراه فاصل الانسان ماشي اورجستر الرحله ديالو. هنا ان شاء الله ندوزو سكانير, هو سكانير اون فاس معنا. ايوا هادشي اللي كاينه, من ندوزو سكانير نواجهنا كما موالف, حيدو الصمتة وحيدو كلشي. ايوا ندوزو ديك الساعه عندي واحد كوكاكولا وقع لي يحيدوها لي دابا يلوحوها لي وقع لي. يلا بقاو معانا حتى الاخر ان شاء الله. انتم لقيتونا دوزنا ال يعني دوزنا السكانيرات ودوزنا الحبش الخاوي, حيدوا لنا واحد كوكاكولا قال لك سيدي ما دوزهاش. هادشي اللي كاين, حنا دزنا دابا ان شاء الله يا حنا غادي للطياره. طيري بيا يا طياره, حنا مازال في الاجواء ديال المطار. ما تيغشيو بنادم هنايا, اللي بغى يشري شي حاجه يشريها. انتما كما تشوفوا نمشيو نريحو شويه. هانت باش عارف الماركوتينغ راه خدام في اي حاجه, خدام فيها الماركوتينغ. كوكا تحطها على برا وهنا يدخل تاخذ تشرب البينو مع راسك. ها لانه باسونال كاين راه برا. انا اخي شرب كوكا مع برا, حط ليه نو بويدو. باقي عندي واحد العوجه قالت لك سيدي ما عندكش حق سيدي تصور. يلا تنصور بالله. هادشي اللي كاين وريكم هادشي الاجواء. Ooh.
يرى خدامة دابا تتغوت على حساب الباركامونس، انا غنمشي دابا ان شاء الله باش نكتشف داكشي اللي كاين. يرى بقاو معنا ان شاء الله. Por favor, retiren sus auriculares para la demostración de seguridad. Hay 8 salidas de emergencia marcadas con la señal roja Exit. Las luces de emergencia a lo largo de la cabina les guiarán en caso de emergencia a la salida más cercana. Hay 4 salidas de emergencia, 2 en la parte delantera, una a la derecha y otra a la izquierda, 2 en la parte trasera, una a la derecha y otra a la izquierda, y 4 salidas sobre las alas en el centro de la cabina, 2 a la derecha y 2 a la izquierda. Por favor, tomen un momento para localizar la salida más cercana. Puede que esté detrás suya. Para abrochar el cinturón de seguridad, inserte el extremo metálico en la hebilla. Para desabrochar, levante la tapa de la hebilla. En el caso de que las máscaras caigan del panel superior, tiren de la máscara para activar el flujo de oxígeno. Póngalo sobre su nariz y boca y respiren con normalidad. No se preocupe si la bolsa no se infla. El oxígeno está fluyendo. Para ajustarla, tire de la goma elástica. Si viaja con niños pequeños, asegure su máscara primero. Encontrarás el chaleco salvavidas debajo de su asiento o en el panel superior. En caso improbable de un aterrizaje en el agua, saque el chaleco del paquete y póngalo sobre su cabeza. Ajústelo alrededor de su cintura, abrochándole la parte delantera como la tripulación ha demostrado. Para inflarlo, tire de la argolla roja. Hay un tubo para inflar o desinflar y una luz para llamar la atención. No infle el chaleco dentro de la cabina ya que puede impedirle su evacuación. Encontrará una tarjeta de seguridad en su asiento. Les rogamos la lean cuidadosamente antes del despegue. Por favor, asegúrense de que sus cinturones están abrochados, mesas plegadas, reposabrazos bajados y persianas de las ventanillas abiertas. Les recomendamos dejen sus cinturones abrochados por toda la duración del vuelo. Hay una luz de lectura, una salida de aire acondicionado y un timbre de llamada en el panel superior. Aparatos electrónicos como tablets y teléfonos pueden ser usados durante todo el vuelo. Por favor, seleccionen el modo vuelo.